مناسبة يوم العلم هذه؟ هذه مناسبة يوم العلم. يا سلام يا سلام. أبو إبراهيم، أنا أقول عندي هالمجلس الطيب وقناة الواقع، يقول مجلس الآباء بالطيب عامر، يا سلام، لطرف حديث المجالس تجاذبت. بمجلس الآباء بالطيب عامر، لطرف أحاديث المجالس تجاذبت، برواية الراوي وبإحساس شاعر شال القصايد بالهجيني وبالخبت. هذه هي الواقع، قناة المثابر، منهج أحدها ما تغير عن السبت، تأخذ من الماضي تطوير حاضر وبثها بالشرق، وإن كان غربت تأخذ من الماضي بتطوير حاضر وبثها بالشرق، وإن كان غربت ترتيبها عالي كل المنابر، لو شفت لحساب التواصل تعجبت، رسيفرك حطه عليها وناظر تلقى كلامي واقع الواقع وثبت، تلقى كلامي واقع الواقع وثبت. وتكلم أشكرك يا أبو الله يا أبو إبراهيم على هالقصيدة الجميلة، وأنت إنسان وفي. الله يسلمك، الله يسعدك ويبارك فيك. على الواقع لها معروف عليه، الله يرحم والديك. اي والله، انت انت انت, أنت اكبر اضافه لنا في الواقع، على الواقع جميعا. الله يجزاك. شاعر المجلس انت، وكذلك شعرك يخرج من القلب. الله يسلمك، يعني فيصيب القلب. الله يسلمك، يحاكي القلب. الله يسلمك، تفضل ابو ابراهيم. وما دام ابو يتكلم عن الاولاد والتربيه، ابو عبد الله يتكلم عن، قلت محلكم ما حل هيات محبوب، محلكم ما حل هيات محبوب، ما يوصله شخص نخصه سواكم، محلكم ما حل هيات محبوب، ما يوصله شخص نخصه سواكم، لصواتكم وحسكم تنبض قلوب دقاتها رجعات لجت صداكم، نظراتنا لزوالكم تجلي كروب، وعيوننا قرت بسبرة اخطاكم، يا ما تجهمنا وسرنا على دروب نطلب طلب طلبه طلبها حداكم، يا ما تجهمنا وسرنا على دروب نطلب طلب طلبه طلبها حداكم، ما طاب من زاد ولا لذ مشروب، وشعاد هالدنيا ساوي بلاكم، بناتنا وعيالنا عز الاسلوب عجز يوصف، يا غلانا غلاكم من ريح يوسف أبصرت عين يعقوب، وحنا عبير أرواحنا من شذاكم، وحنا عبير أرواحنا من شذاكم. اللهم صل على محمد. يا سلام أبو إبراهيم، إيش الكلام، الحديث الجميل وخطاب الابن وقدر الابن وغلاء الابن، يا ليتني ولد لك يا أبو إبراهيم. خلاص خليك بدي حط قدرة العائلة. وش الكلام الزين هذا؟ وش ها؟ ما شاء الله، تبارك الله عليك يا أبو إبراهيم، حاضر حسا.